جائزة للسيد حشر بن ظفر الهجري. ولاية في المركز التاسع للسيد عيد مسلم الشلاحي. أما المركز بسم الله الرحمن الرحيم. جبارة. مرة أخرى أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء عبر قناة ثالثة الرياضية ومع النقل الحي والمباشر عبر الأرضية، أرضية وميدان الشهيد فهد الأحمد الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته. على العموم مشاهدينا الأعزاء أهو انطلاقة الشوط السابع لهذا اليوم، ومع الشوط الحقائق إعدام مسافته المخصصة 3 كيلومترات. على العموم مشاهدي الأعزاء ونحن في طريقنا إلى صاحب المركز الأول وعند مقدمة الشوط نرى عزام الخميس بن شبيب العجفي في المركز الأول، بينما النقلة على المركز الثاني نرى معالج علي بن زنيفر المري. يا سلام، والتسلل إلى مقدمة الشوط المركز الثالث يا سلام، صغان عبد الله بن شويم الهاجري صاحب الشعار الوردي. يا سلام، المركز الرابع حامل رقم 15 نرى شعار بحمة في الراجل وطيب العجمي شيبان في المركز الرابع أو الثالث، بينما المركز الخامس أو الثالث والتسلل من المركز الثالث حامل رقم 27 جلمود لعايد مناور الضفيري، والتسلل والتغيرات جارية في هذا الشوط. ونرى شعار شنار محمد الهاجري اللي قايب عنا اليوم وقايب عنا الأسابيع الماضية، نرى اللي واصل هنا الشايج لشنار محمد الهاجري. إذا مشاهدي الأعزاء نعود معكم ومع مقدمة الشوط. يا سلام، علي بن زنيفر المري يقود مقدمة الشوط ويقود التضمير أيضا على رأس معالج. يا سلام، معالج في مقدمة الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني عايد مناور الضفير. يا سلام، جلمود وأيضا اللي واصل نرى شعار جابر بن مسعود بن بنا المري على ظهر فزاع ثاني المراكز، والمركز الثالث عند عايد مناور الضفيري، والمركز الرابع عند شيبان لربيح بن فراج الو طيب العجم، والمركز الخامس اللي واصل نرى عزام الخبيس بن شبيب العجم، والمركز السادس عند او حامل رقم 18 اللي هو الفارس الشافي بن محمد الهاجري، وايضا عبد الله بن شويمي الهاجري وصوغان واللي هو وايضا وصول شنار محمد الهاجري على ظهر الشايد، وايضا حشر بن ظفر الهاجري. على العموم مشاهد الاعزاء نعود معكم ودخلنا بالكيلو الاخير. يا علي بن زيفر حرك واصلك من بنا على ظهر فزاع، والفزعه ومع الشوط شوط الحقائق قعدان. يا سلام، ولكن دير بالك علي بن زيفر واصل. علي بن زيفر واصل المركز الثاني، لكن خلاص فزاع، ويا فزاع افزع لنا بالشوط، روح عطنا عرض الطيب والعرض المشرف على ظهر فزاع لاخوي جابر بن مسعود بن منه المري في اول المراكز، ولكن المركز الثاني اللي واصل علي بن زيفر المري على ظهر معالج، لكن خلاص ها هي لحظات الوصول. صغاري لخط النهاية معنا الفوز والناموس، تهانينا وألف ألف مبروك للسيد جابر بن مسعود بن بنا المري. ها هي لحظات الوصول، ألف مبروك. المركز الثاني معالج علي بن زيف المري، المركز الثالث خميس بن شبيب العجمي، المركز الرابع شيبان ربيح بن فراج وطيب العجمي، وايضا عايد مناور الضفيري
ووصول حشر بن ظفر الهاجري وبقية المراكز نتركها لجنة الخط والتحكيم. وتهانينا وألف مبروك للسيد جابر مسعود بن بنا المري على حصول فزاع في المركز الأول لهذا الشوط، وإلى اللقاء في الشوط القادم.